الصوت علي الصوت علي الصوت علي الصوت يا مهاني وعلي الصوت يا مهاني علي الصوت يا مهاني حكومة ما مصطفى الكحل الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل التنسيق الوطني قطاع سيادة الأجرة. هذه الوقفة الاحتجاجية هي وقفة إنذارية وكذلك محطة كاستعداد للمحطات النضالية المقبلة. وهذه المحطة الإنذارية من بعد إصدار واحد جوج ديال الدوريات 444 و750 اللي للأسف ما كانش فيها تشاور، ما كانش فيها نقاش، ما كانش فيها حوار، كان فيها الاستعجال والتعجيل بإصدارها. وراه للأسف أن واحد العدد ديال العمالات اللي فطنوا والتخوف ديالهم من احتجاج المهنيين فوقفوا التفعيل ديالها. إلا هذه الولاية، هذه الولاية بدات بالقرارات ديالها توقيف واحد العدد ديال الرخص بدون مجيب حق. الناس هما متوقفين، السيارات ديالهم داخل المحجز، عندهم إشكال مع أصحاب المأدونيات. إذا الإدارة مفروض أنها توجد حلول، ماشي تنزل وتنزل قرارات من اجل توقيف القوت اليومي ديال واحد العدد ديال المهنيين. شنو المصير ديالهم؟ واحد عنده مشكل مع مول الكريمه ونوقفوا له السياره ديالو وتبقى في المحجز، واش هذيك التوقيف ديالها غادي يخلصوا مول الكريمه وهو كيطالب بالاداء ديالو؟ اذا المصلحه ديال القسم لابد انها تعاود تراجع، وخاصه ان والي الجهه خصو يتدخل. اليوم كنطالبوا من والي الجهه يتدخل رسميا ويتحاور مع المحتجين ومع المهنيين باش تكون واحد الصيغه اللي هي تكون صيغه متوافقه عليها للخروج من هذه الازمه والخروج من المشاكل اللي كيعيش قطاع سياره الاجره. الاسم ديالي بطيني رشيد، كاتب عام في محطه ولاد زيان بسياره الاجره. هذه الوقفه جات تزامنا مع المذكرات اللي حطوا لنا، لان حنا كنا كنعانيو وعندنا مطالب من 2013 بالنسبه لسياره الاجره في هذه الولايه هذه، وكنطالبوهم ولكن ما كاينش رد من عند الوالي بالنسبه لهاد القرارات اللي كيخرجوا، هاد المذكرات اللي كيخرجوا ما كيستشرش مع المهنيين، ما كاينش والو، غير فين نخدموا الصباح كنفيقوا كنلقاو قرار جديد. وهذا الشيء خداوه الاخوان على حساب باش نوصل الصوت ديالنا لهاد الوالي هذا اللي كياخذ القرارات بلا ما يريح مع المهنيين، كيريح مع السماسره والشفاره اللي ما عارفينش بحق المهنه، هما اللي كيطبلوا ليه كما كنقولوا بهذا المصطلح هذا، كيطبلوا ليه وكيصفقوا ليه وكيقولوا ليه راه العام زين، وحنا العام راه كنشوفوه ما زينش، لان حنا تقريبا من 2013 وحنا كنعانيو وباقي كنعانيو. شلا مطالب عندنا مطالب بزاف، وزاد كملتها هذه الجائحه اللي جات ديال كورونا، ما خدمناش، خلصنا لاسيرونس، خلصنا الكريما، ولو حنا مريحين في ثلاث شهور ديال الجائحه اللي قالوا لنا وهي رجعوا الجائحه ضربت عامين، وهي باقه ودينا الواجبات ديال كل شيء. فينا هو هذا الطاكسي؟ وقصونا دارونا في قطاع غير مهيكل، وما عرفناش حنا منين دابا راسنا من رجلينا، والله ما بقينا عارفين بالله. حنا كنتقطعوا، دخلنا لهذا الدومين هذا وحنا كنتقطعوا، اليوم حنا كنشوفوا ما بقينا كندخلوا والو، ولينا خدمنا على لا لاسيرونس والبنوات والكريما وتشيفور وكل العصا، ومع ذلك ما عندوش حقه في هذه البلاد هذه. ما عرفناش علاش، بغينا نعرفوا علاش، شنو هو السبب؟ علاش تخرج لي مذكره ديال الى مات مول الكريما انت غتعاود تجدد عقده مع الولايه بست اشهر باش الولايه تاخذ الكريما هي اللي تكريها لواحد حقها قديم، حقها ضارب واحد 40 عام ولا 50 عام في الحرب. ما يمكنش. انا ملي كنكري ديك الكريما راه انا كنبني عليها مستقبل ديال وليداتي ومستقبل ديال حياتي ووليداتي، وكنهز عليها ابورتومون كريدي راه ما حيت ما كاين لا سكن. المهنه اللي كنزاول ما كيعطيونا فيها لا سكن لا ضمان اجتماعي، جابوه مزيان سيدنا الله ينصرو دار هذا المشروع ديال التغطيه الصحيه لجميع المواطنين المغاربه كاع اللي كيزاول شي مهنه، مرحبا. ولكن باش نادي 230 و35 درهم شهريا وانا كنمرض مره في العام، راه خصهم يرجعوا يفكروا شنو كيديروا لعباد الله. واش انا مضارب مع القوت اليومي ديالي والتريته ديالي ديال ولادي او المدارس ديالهم، وتزيد تكمل عليا نتايا تحيد لي الرميد وتدقني ب 4700 ريال في الشهر واجباريه؟ راه ما فهمتش انا، انا ما غنفهمش، راه بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم دبير عبد اللطيف، عضو الامانه العامه للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اللي داخل هذا التنسيق الوطني للهيئات النقابيه بامتلال قطاع سياره الاجره. خويا هذه الوقفه الوقفه الاحتجاجيه اللي كاينه اليوم، اولا في البدايه ديالها
هذه ضد الاداره اللي كنشوفوا هنا الولايه، رغم الرسائل العقد الاجتماع مناقشه هذه المذكرات اللي جاوا الوزاريه لالا تخولت الولايه باش تناقش هذه المسائل، كنشوفوا الباب مسدود والاذان صباء، ما كاين حتى شي حاجه حتى شي جواب. جات نتيجه اولا في هذا الشيء هذا، ثانيا كنصطدموا ثاني اخر حاجه وهو المذكره 750 اللي غادا تشرد المهني والعائلات ديالهم، ولا يقال مثلا تربط المصير ديالي بمول القريبه. دابا الى مات مول القريبه انا وليت خاصني نموت ثاني، لا يعقل باش غنبقى بارك انا وياك. هذا اللي خطير في الامر، قرارات تخاضت ما عرفناش مع من تستشروا، لان في غياب ديال النقابات كنشوفوا وزاره الداخليه مستقله بهذا القرار ديالها، وما خداتش واحد الباب ديال الحوار والتفاوض ونخرجوا بواحد النتيجه اللي تكون كترضي الجميع. لا كنشوفوا قرارات مجحفه، قرارات كتضر السائق المهني، ما فادتش، ما غاداتش تفيد هذا القطاع هذا. الا بغاو يتخلصوا من هذا القطاع ما يتخلصوش به بهذه الطريقه هكا، لان كنشوفوا هذا راه نوع من الانتقام اللي كنشوفوه. انسان ضارب 30 عام 40 عام وبين صبح وضحى ما كيبقى لا خدام لا والو. كنطالبوا اولا بعد باب الحوار يتحل هذا، لان خصنا نوصلوا الفكر ديالنا ونوصلوا الاراء ديالنا في هذه المذكرات، لان خاص تغيير جذري في هذه المذكرات. اول حاجه خاصنا نقطعوا هذا الطريق مع الريع، وخاص واحد القانون، لان خاص ما غنبقاوش كل خطره مذكرات وتولي عندنا حنا بحال رده الفعل على هذه المذكرات. حنا بغينا مرسوم قانون، بغينا قانون ينظم هذا القطاع ديال سياره الاجره بصفه عامه، ونحيدوا من هذا الخلل، ونحيدوا من هذا الريع، ومن هذه الفوضى اللي كيعيش هذا القطاع. تحياتي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.